السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حنحضروا حلوى بريستيج بالغلاساج وبحشو جد رائع وتوالم الجميع المناسبات بمقادير جد بسيطة وسهلة التحضير. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ونقول لك حبيبتي، اذا كان اول مرة تدخلي القناة اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، واكيد ما تنساوش جيم لا فيديو. ونجوزو مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. راح نبدا هنا في تحضير العجينه. كما راكم تشوفوا عندي 125 غرام تاع المارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه، حبه بيض كامله، زوج مغارف كبار تاع الفلان ذوق فخاز، زوج مغارف كبار معمرين مليح، وهنا مغرفه كبيره تاع السكر غلاس. هنا ما نكثروش السكر خاطرش ديجا الفلان راه حلو، نقدروا نستغناو كامل عليه لما يحبش الحلاوه. كيما هكا راح نخلط هاد المكونات كامل حتى يتجانسوا، والفلون تاعنا ما لازمش يبقى حبيبات، لازم يذوب كامل هكذا باش تجينا الحلوه تاعنا طريه وهشيشه. نقدروا هنا نستعملوا الباتور، انا استعملت غير سباتول بهذه الطريقة. هنا اللي حاب يبدل ذوق الفخاز بالشوكولا يبدل، انا برك حبيت نغير شوية من الشوكولا. هنا راح نضيف ذوق الفخاز، معطر الفخاز. كما راكم تشوفوا يعني المواد كامل جنست. راح نضيف هنا زوج مغارف كبار تاع المايزينا، ونبقى نضيف في الفرينة يعني حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. راح نضيف هنايا ربع ملعقه تاع خميره الحلوى، ما نكثروش بزاف برك باش ما يجيناش باش تجي الكاطو تاعنا يجي خفيف. بهذه الطريقه راح نستعمل يدي هنا باش نحس بالقوام تاع العجينه. كيما هكا نبقى نلم فيها غير بالاصابع ما نعجنوهاش. كيما راكم هنا تشوفوا يعني راهي العجينه تاعي تلمت، راهي طريه وما تتلاصقش في اليد. راح نخليها بجهه تريح لطون نوجد الحشو تاعنا، نغطوها هنايا بيان سور ونخلوها تريح. بالنسبه للحشو عندي هنايا كاس تاع نوات كوكو، عندي مبشور حبه ليمون، وعندي هنايا حليب المحلى، عندي هنايا ثلث مغارف كبار تاع الحليب المحلى. نقدروا نبدلو هنايا الحليب النسلي بالمعجون تاع المشمش. كيما هكا راح نبقى نلم. هنا راح نضيف لها ملعقه كبيره تاع
معجون تاع المشماش كيما هكا راح يمدلها ذوق. نبقى نلم فيها حتى نتحصل على خليط شغل نقدر نكوره في يدي ما ينحلش. كما راكم تشوفوا يعني كي ندورها في يدي تقعد حاكمه روحها. وهنا كما راكم تشوفوا راني ديجا حضرت شويه. هنا العجينه تاعي وزنتها 25 غرام والحشو درته 15 غرام. كما راكم تشوفوا ندير كره نثقبها في الوسط وندخل الحشو لداخل ونعاود نغلق عليها ونسقمها كندورها مليح بيدي وندخلها في المول. هنا نسقمها مليح كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تكون الفكرة تكون مفهومة. كما راكم تشوفوا انا راني ديجا مشعله الفور تاعي من قبل وراح ندخلها تطيب على 170 درجه. هنا نسقمها نحاول كيفاش نسقمها باش تدي لي لا فورم تاع المول. كما هكا راح نديرها داخل سنيوه وندخلها للفور كما قلت على 170 درجه. وهنا نروح نحضر الكلاصاج لو طون اللي راه يطيب الكاطو. هنايا عندي نص حبه ليمون عصرتها وصفيتها. راح ندير نص فنجان تاع الليمون ونص تاع مزهر. مانيش راح نعمر الفنجان كامل يعني هنا كيما راكم تشوفوا ناقص صبع واحد. وهاد الكميه هذه راح تكلاصي لي 12 حبه. ونبدا نضيف السكر غلاس اللي يكون مغربل من قبل بيان سور باش ما يقعدوش حبيبات. نبقى نضيف ونحرك حتى اللي نتحصل على القوام ينحوس عليه. هنا راح نحضرها بلا البيض. وهاد الطليه هذه راح تقعد لنا مده وهي طريه مرشحه تيبس. كما راكم تشوفوا راح نخليها هنا بيضاء. واللي يحب يبدل الكلاصاج بالشوكولا بلون يعني يقدر يبدلها بالشوكولا بلون. كما راكم تشوفوا هنا يعني وصلت للقوام اللي نحوس عليه. كي نشوفوا الطليه تاعنا تبدا تتقطع كيما هكا نحبسوا السكر. هنا راح نضيف لها مغرفه صغيره تاع الزيت. وهنا يدت لي حوالي 250 غرام تاع سكر غلاس كيما هكا. وهنا يا الكاطو تاعي هنا بعد ما طاب كيما راكو تشوفوا يعني دا هذا اللون. هنا ما يبان لكمش في الطياب يعني كي تشوفوه شويه بدا اللون تاعو يتبدل تنحوه. كيما هكا راه جبت انايا زوج هنايا تاع فرشيطات باش ما يطيحوليش. ونبدا نكلاصي فيه. كيما هكذا يعني الطريقه العاديه. هنايا نخبط شويه باش الطليه هذيك اللي تكون زايده تتنحى. كيما هكذا وراح نخليها تقطر. هي طريقه بسيطه يعني سهله. وهنايا للتزيين راح ندير لها هاد لي بايات
ولا هاد العقاش هذا الغاز يكون غاز فرنسي شوية باش يبان كيما هكا. وراح ندير لها من الفوق، انا دوك درتو، من الافضل نخليوها حتى طالية شوية كي تقدر حتى تنشف شوية ونديروه لها، سينو راح يبدل المكان تاعو باسكو الطلية تبدا تسيل وهو راح يهبط، يعني حتى كي تنشف شوية ونديروهم كيما هكذا. انا راح نكمل الكاتو تاعي كامل بنفس الطريقة ونقدمها لكم في طبق التقديم ان شاء الله. وهذيك هنا الحلوة تاعي راهي واجدة بعد ما كملتها كامل، درتها هنايا في الكيسات وزينتها بهذا التزيين البسيط كيما راكم تشوفوا، وجات بزاف بزاف هشيشة والطلية تاعها جات طرية بزاف كيما شفتوا، الالوان تاعها يعني جات شابة. راح نقسم معاكم هنا حبة باش نشوفوها كيفاش من الداخل، كيما راكم تشوفوا يعني الهشيشة الحشو تاع نوات كوكو يعني جاب بزاف شباب معاها مع ذوق الليمون كما راكم تشوفوا، يعني طريه بزاف. والغلاساج ما جاش تبقى خشينه وطري. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ما تنساوش جام لا فيديو والاشتراك في القناه، والى وصفه اخرى باذن الله.